ديمقراطية واجب، دولة مدنية واجب، ديمقراطية واجب، تقدمية واجب، دولة مدنية واجب، ديمقراطية واجب، عدالة انتقالية واجب، لا إقصائية واجب، عدالة انتقالية واجب، لا إقصائية واجب. هو احنا المفيد التعبير عن غضب الشعبي كما قاعد تشوفين، هما عينهم ميزانهم لما ياخذوا على الاعتبار الغضب هذا، خرجونا من هالبوادر نتاع الفتنه هذه نتاع وأليت مدى في نفس المنطقه. وللاسف الشديد سوف لن يزيد الوضع الا تعكرا، ونحن في غنى على ذلك. شفت التلقيم نتاع تونس ام زاد هبط، والتلقيم هذاك معنا حتى واحد ما عادش يحب يخدم مع تونس، يزيدوا هما يزيدوا نغرق. وبالتالي احنا توا في الواقع ندافعوا على البلاد، مش على خاطر اقصاء، الاقصاء طبعا، ولكن ندافعوا على مصالح البلاد. السلطه النظويه تعرف اللي القوه السياسيه اللي عندها العمق الشعبي والعمق الميداني اللي تنجم تشكل بديل الحركة النهضه هي القوه الاصلاحيه الدستوريه. صحيح هذاك، علاش يخافوا منا؟ يفسدونا في اجتماعاتنا، علاش يخافوا منا؟ ولهذا منا القانون الاقصاني اليوم الغايه نتاعو هي منع السادة وزعيمهم على استاذ قايد الزبسي من الحراك. لكن نحن الان باش ندخل في النقاش الفصول، سنناقش الفصول، سنطالب تعديلها، لكن تعديلها في اتجاه انه نحول وجهه هذا القانون ولي جزء لا يتجزا من العداله الانتقاليه. هل الاشخاص المستهدفين هذا كله مرفوض؟ وبالتالي لن نقبله، وسنحاول ان نتصدى بالكلام تاعنا، ولكن التصدي تاعنا داخل المجلس لا يعني شيئا في غياب المد الجماهيري. والمد الجماهيري هذا، المد الجماهيري هذا هو اللي يخلي انه الحكام الجدد هذوما يعيوا انه ما نجموش يمروا اللي يحبوا، ما نجموش يعديوا اللي يحبوا. ديمقراطيه واجب، انتخابات واجب، انتخابات واجب، انتخابات واجب، انتخابات واجب. شعب يريد شكون القلب العريق، شعب يريد شكون القلب العريق، شعب يريد شكون القلب العريق. واجب تقدمية واجب، دولة مدنية واجب، تقدمية واجب. شعب يريد شكون القلب العريق، الشعب يريد شكون القلب العريق، شعب باش نعبروا على موقفنا كلنا بدون استثناء، كلنا بعضنا، كل الاحزاب ذات المرجعيه الدستوريه والاحزاب اللي تؤمن بالديمقراطيه. هذا هو كلامنا، وهذاك علاش احنا رافضينه. هالقانون هذا مش قانون تحسين، مش قانون تحسين، هذا قانون انتقام، قانون اقصاء، ما عنديش حاجه اخرى.